اجل ازدهار من لكن هنا ساسكو ساسكو طارت بالشلفة طارت بالشلفة. سلام يا اهل الدوحة، سلام يا اهل الخور، سلام يا المسند، سلام يا الزعبي ملك السيوف ينتزع الشلفة في حول العمانيات. سلام يا ناصر يا ابن عبد الله يا المسند، سلام سلام يا الزعبي. سعيد بن بطي الزعبي المضمر المغامر، الف الف مبروك فوز ساسكو برمز العمانيات في هذا المهرجان الكبير. الله يبارك في عمرك وطول عمرك ابو بريك، تستاهل خير. ساسكو من المصنفات للسيوف وناقه من المرشحات اللي له تنتزع هذا الرمز الغالي وتبقي ناموسه في ميدان التحدي. والله ساسكو ناقه طيبه مشريه مبلغ بعد ما هو بسيط، والناقه الحمد لله ركضها فيها وان شاء الله كامله استعدادها. صار في تغيير قبل الاشواط، اعتقد رفعت بث ل المفتوح ولا كانت مسجله من قبل؟ لا رفعت بث المفتوح ونزلت ساسكو. تغيير الادوار الهجي. نعم. وبث الليله ما قصرت في الشوط المفتوح، قدمت علمك لو تمت في نفس شوطها بتقوم بمهمه ساسكو. نعم. لكن احنا اخترنا بث قلنا يمكنها يعني تواصل. نعم. والناقه من ثر عصابات ومن ثر وعكات صحيه. نعم. تو الناقه يعني باشرتنا. كنا لعل وعسى خلنا نضحي بها في سيف الامير، اذا ما ضحينا بها وش بنا عنده. ساسكو يعني كانت على مستوى يعني الثقه اللي تحطيتها فيها ومع المالك الانيق وقامت بهذا الدور وافرحت كل الجماهير. لا ساسكو ناقه قنيه على التعريف، وحنا عارفين من الامير الوالد ان احنا لو حطيناها في رمز المحليات بتجيب. نعم. لكن لازم التضحيه. صحيح. يعني صحيح. انت لازم انك تقطع اوراقك بالمحاولات. صحيح. اذا شفت فيها امل زين والحمد لله، وما فيها امل. نعم. على ما قال بتروح الشوط على مستوانا. الف مبروك الفوز يا ابو بطي، وهذا الفوز فوز ساسكو لمن تهديه الليل. والله هذه امير دوله قطر والشعب ودعمي ودعم الشعر ناصر المسند. اي نعم. بيض الله وجهك ابو بطي، شكرا جزيلا. مرحبا.